التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الرئيس الأسبق بيل كلينتون، ثم التقى سموه مع سفراء الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، وبحث معهم الأوضاع في الشرق الأوسط وخاصة في اليمن، وناشدهم بضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤوليته في إدانة انتهاكات إيران لقرارات مجلس الأمن التي تحظر على الدول مد الحوثيين بالأسلحة وخاصة الصواريخ الباليستية. سمعت من الإعلانات المختلفة سواء كانت من الأمين العام أو مجلس الأمن أو من جميع الدول والمجتمع الدولي إدانتهم واستنكارهم وما تقوم به الميليشيات الإيرانية من إطلاق الصواريخ الإيرانية الصنع والتي هربت إلى اليمن عبر ميناء الحديدة وأطلقت بعدة مرات تجاوزت 100 صاروخ تجاه المملكة العربية السعودية، وهو بسبب إيران، بسبب تسليح الميليشيات الحوثية واستمارها لهذا الأمر. أنتم ستسمعون يوما تلو الآخر مزيدا من إدانة إيران وإدانة هذه الميليشيات التي تهاجم المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان في أراضي المملكة العربية السعودية. وبالتزامن مع زيارة سمو ولي العهد، نظمت الهيئة العامة للثقافة عدة فعاليات ثقافية كان من بينها معرض كل الأيام الثقافية السعودية. والمعرض الفني حاولنا نوصل رسالة الفن كشخصية دبلوماسية تبني الجسور بين الثقافات، ونحاول ندي الجمهور منظور كلي أو صورة شاملة للمملكة العربية السعودية بأعين فنانينها، من فنانين الجيل الأول والثاني من الفن الحديث إلى الفن المعاصر. ومن الفنون التي جذبت انتباه الزوار الأمريكيين فن القط العسيري من جنوب غرب المملكة. هذا القط لا نعلم إلى الآن، رغم البحث الشديد، رغم البحث الشديد ورغم الدقة ورغم الاهتمام، لا نعرف من أين بدأ ولا من بدأه ولا كيف بدأ. كل ما نعرفه أن هناك أساطير حكاها الكبار وتناقلتها الأجياء حتى وصل إلى هنا. وهو فن يخص بألوانه الزاهية المرأة السعودية. يقدم معرض كل الأيام الثقافية السعودية صورة متكاملة لأطياف الثقافة السعودية من مختلف أجزاء المملكة للزائر الأمريكي من خلال عيون وتجربة الفنانين السعوديين. فكيف تلقى الزائر الأمريكي هذه الرسالة؟ إن إقبال الأمريكيين على زيارة معرض كل يعد نجاحا ثقافيا إضافي لزيارة سمو ولي العهد لنيويورك. عزيز فهمي لبرنامج يا هلا نيويورك.